بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أن أقسم لعبد من صدقة طرود غذائية. مقدم من زكريا وعائشة الطوري، أكرمهم الله بتوب الصحة والعافية. يالله السلام عليكم يا عمي. يا عمي هذا أطاب غذائي إن شاء الله من زكريا وعائشة الطوري. مولاه فمن أخلص رزقه. اللهم آمين يا عمي بالهنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. طرود غذائيه مقدمه من زكريا وعائشه الطوري، اكرمهم الله بثوب الصحه والعافيه. السلام عليكم يا عمي. يا عمي هذا طرد غذائي مقدم من زكريا وعائشه الطوري. فكما تسقي فغدا تسقى. اللهم امين يا عمي بالهنا ان شاء الله. وعمل ما تستطع معروفك يبقى. يالله سلام عليكم يا خيت. يا خيت هذا أطر غذائي إن شاء الله بتبرع كريم من زكريا وعائشة الطوري. اللهم آمين يا خيت بالهنا إن شاء الله. سلام عليكم يا خيت. يا خيت هذا أطر غذائي إن شاء الله بتبرع كريم من أخ زكريا والأخت عائشة الطوري. اللهم آمين يا خيت.